بهذه الطريقة يتم شحن الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك من على متن الطائرة العسكرية عن طريق إنزاله ثم وضعه في هذه هذا الشاحنة التي تحمل ثلاجة متحركة والتي تكون تحت درجة برودة عالية جدا لأن لقاح سبوتنيك يستحق أو يتطلب أقول درجة برودة عالية جدا. ها هي صور حية وعلى المباشر الآن يتم وضع اللقاح على مستوى هذا نعم بهذه الطريقة